سعادة السفير، مهتمة جدا أعرف توقعات حضرتك بالنسبة لما يجري عالميا، تحديدا السجال والجدل الدائر ما بين الولايات المتحدة والصين من ناحية، أيضا الولايات المتحدة يعني لديها بعض الشروط في اتفاقيات قائمة بالفعل ما بينها وبين المكسيك وكندا وأطراف دولية أخرى. كيف تنظر لمسيرة الاقتصاد والتجارة في العالم في ظل هذه التطورات؟ أولا يا فندم، إحنا في ظل التصاعد الإجراءات المتبادلة التصعيدية ما بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين الذي وهو اللي بيطلق عليه الحرب التجارية ما بين أمريكا والصين، يجب أيضا أن نأخذ في الاعتبار أن هناك مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي أشارت إليها مجموعة من وسائل الإعلام الاقتصادية ذات الثقل، منها وكالة بلومبرج ومنها الوول ستريت جورنال، اللي قالت أن خلال القمة قمة دول العشرين التي ستنعقد في اليابان يومي 28 و 29 يونيو الجاري، فسيعقد قمة أمريكية صينية ما بين الرئيس ترامب ورئيس الصيني تشي، ومن المتوقع أن يتم التوصل حسب التكهنات إلى اتفاقية تجارية جديدة بين البلدين تنهي أو تضع حد لهذه الإجراءات التصعيدية، وتقوم الحلول المقترحة على ثلاث جوانب. الجانب الأول هو زيادة المشتريات الصينية من المنتجات الأمريكية، الجانب الثاني هو إزالة العديد من القيود المفروضة على عمل الشركات الأمريكية في السوق الصيني، النقطة الثالثة هي التزام الصين بمجموعة جديدة من قواعد حماية الملكية الفكرية الـ Intellectual Property Rights. واعتقد انه لازم ناخذ في الاعتبار انه الاجراءات اللي اتخذتها الولايات المتحدة الامريكية بتصعيد استخدام سلاح القيود الحمائية جاء نتيجة لانه العجز التجاري الامريكي مع الصين يقدر ب 400 مليار دولار، وهو نصف اجمالي العجز التجاري الامريكي مع مختلف دول العالم الذي يصل الى 800 مليار دولار. لا. وانها ادارة الرئيس ترامب اتخذت منحى جديد يختلف تماما عن الادارات الامريكية السابقة اللي كانت بتركز على المحادثات الثنائية ما بين امريكا والصين، او اللجوء الى الديسبيوت سيتلمنت ميكانيزم اللي هو الالية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، التي لم يثبت انها حققت تقدم كبير، فلم يكن امام الرئيس الامريكي الا الاستخدام هذه القيود الحماية التي تخالف طبعا مبادئ التجارة الحرة التي يقوم عليها النظام التجاري المتعدد الاطراف اللي تمثله منظمه التجاره العالميه. الا ما احنا شايفين، واي مراقب للعلاقات الاقتصاديه الدوليه هنلاقي ان في نجاح تحقق من استخدام هذا السلاح مع المكسيك من حوالي 3 ايام، تعديل اتفاقيه النافتا، التوصل الى اتفاقيه للتجاره الحره مع كوريا الجنوبيه، اجبار اليابان على التفاوض التجاري مع الولايات المتحده بعد ان ظلت 3 سنين بترفض الدخول في مفاوضات تجاريه، الاتحاد الاوروبي ابتدى ينظر الى المطالب الامريكيه بتحرير قطاع الزراعه، وان كانت فرنسا لا تزال تتخذ موقف متشدد جدا من هذا الموضوع، انما اعتقد ان احنا داخلين في مرحله على الرغم من ما تفرضه القيود الحمائيه من تهديد لمعدلات نمو الاقتصاد العالمي وايضا الاضرار بالنظام التجاري الحر المتعدد الاطراف، الا اننا داخلين في مفاوضات تجاريه ما بين الولايات المتحده والقوى الشركات التجاريين الرئيسيين، اللي لازم هتؤدي الى نتائج هتغير واقع الاختلالات التجاريه القائمه فيما بينهم.